In the recent escalation of May 2021, we have realized that doctors and nurses that had received training on mass casualty management from WHO performed better compared to other colleagues. قطاع غزة هو منطقة محاصرة وهناك صعوبة كبيرة في الخروج من القطاع إلى الخارج لتبادل الخبرات مع المجتمع الدولي أو الاستفادة من خبرات الآخرين في الطوارئ، ومن هنا تكمن الأهمية لهذه الدورة. تجمع وقت الأحداث من الناس في هذا التدريب اتطرقوا بشكل عميق لهذه الجزئيات وكيفية التعامل معها، ونعطي مجال للطاقم الطبي أنه يشتغل بأريحية في أقل وقت وبسرعة.